أهلا بكم. أثار الحكم الفضيحة الصادر بحق ميشيل سميحة عن المحكمة العسكرية، والذي قضى بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة 4 سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، أثار جملة ردود مستنكرة، خصوصا وأنه جاء بعد إدانة سميحة بجرم تأليف عصابة مسلحة والقيام بأعمال إرهابية ونقل متفجرات من سوريا إلى لبنان. هذا الأمر دفع بالرئيس سعد الحريري إلى الاتصال بوزير العدل أشرف ريفي، معربا فيه عن استهجانه للحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية، ومستفسرا عن السبل القانونية لنقد هذه الفضيحة الأخلاقية والوطنية. كما اتصل الرئيس الحريري بوزير الداخلية نهاد المشنوق وبحث معه سبل مواجهة القرار الصادر بحق سميحة. اللواء ريفي طلب بعيدة صدور الحكم من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أكرم بعصيري، اعتبار القاضية ليلى رعيدي المستشارة المدنية في المحكمة العسكرية محالة أمام التفتيش القضائي، واستدعائها للتحقيق معها من أجل الوقوف على ملابسات مشاركتها في الحكم الفضيحة في قضية سميحة. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر تسلم من المحكمة العسكرية الدائمة الحكم الصادر أمس عن المحكمة في حق ميشيل سميحة مع الملف، ويعكف على دراسته لإعداد الطعن وتمييزه أمام محكمة التمييز العسكرية ضمن المهلة المحددة قانونا. وبانتظار سلوك هذه الإجراءات سياقها الطبيعي، يبدأ تلفزيون مستقبل اعتبارا من الليلة بث قصة متفجرات ميشيل سميحة كاملة. كل ما يعرف نظام القيد وأمن التنقل وإمكانية ضرب الأسلحة والذخيرة والتجمعات المخاطرة مين بيروح بالدرب؟ ونواب المنطقة. أنا قلت لك في شيوخ عم تحضر، شيوخ سنة. يعني قبل ما عم يحضروا مين بيفتح لي باب الكراج؟ أنا بكون تحت بفتح لك باب الكراج. أوكي. بتفوت بتشيل الأغراض أنا وياك من سيارتي على سيارتك. اخذ العين عنك، جايبهم بسيارتك؟ شو كان بدك بهالشغلة طول عمرك؟ بدي اولا بدي امن على السرية، لانه ما بدي اتأخر. هنيك اللي مهتم مثل علي بده هو يهتم، ما يقول لحد انه طبعا بدير كل وسط البلد. وتعبير